السلام عليكم. اليوم سوف نتعرف على واحد من أكبر المراكز التجارية وال يعني منتسه للألعاب المائية وفندق اللي موجودين في الجزائر، وهذا المركب الضخم يوجد في مدينة وهران متابع لمجمع آزاد اللي عنده عدة استثمارات في الجزائر ومستغانم وفي وهران، ولي قاع بالقرب من بحيرة بورسلي اللي موجودة في بلدية سانية. إذن نخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.